الكره الثلجيه هي دار امان العنف، دار امان العنف في درب ميلان، في درب ميلان احدى المقاهي في درب ميلان دار امان العنف، وسرقوا وضربوا الاخوان ديالنا واعتدوا علينا اتهمونا بحاجات انه حطمنا زجاج السيارات وحطمنا زجاج المساجد وارهبنا العائلات وارهبنا الاسر ودرنا تجار الحشيش والمخدرات ودرنا دعاره في الزنقات، ونحن الان نطالب بالاجلاء الفوري لا للعنصريه لا للاعتداءات لا للعنف ولا للقهر. نحن الان نطالب بالاجلاء الفوري وعندنا اخواننا في السجون الان، في السجون مفقودين من شهر 6 2022، لم نسمع منهم قبل حتى الان. اين هم الان؟ نريد اخواننا الان، ان كانوا ميتين ام حيين نريدهم الان. لا للعنصريه لا للعنف لا للاعتداءات لا للقهر، الاجلاء الفوري، نطالب بالاجلاء الفوري الان من المغرب الان. المقاربه هم اللي داروا المشاكل، المشاكل هم اللي داروا المقاربه، يسرقوا مننا ويجوا ويحددونا بالسلاح الابيض ونحن ما درنا والو. نطلب من قوات الامن ما تجي تساعد، ما كانش الامن. نحن نطالب بالاجلاء الفوري، نطالب بالاجلاء الفوري الان.